مرحبا. الدعوة للحب مع المسيح اتخطت شريعة العين بالعين والسن بالسن، وبلشت درب القداسي مع يسوع انك تحب حتى يلي بيبغضك وبيضمر لك الشر. قبل المسيح كان الحب نسبة، حب يلي بيحبك. معه سقطت النسبية وصار الحب العلامة يلي بينعرف فيها الإنسان المسيحي. بهذا يعرفكم العالم أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. كلمتين على الماشي بدها تقول لك اليوم جملة قالتها القديسة تيريزا دو كالكوتا: حتى لو لكانوا الناس من حولك غير منطقيين وغير واقعيين وأنانيين، رغم هالشي حبهم والله معك.